السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جبت لكم فيديو جديد وهو قطعة ديال الأرض وواحد الدار معها رائعة زعما الصراحة في منطقة ديال الشويحية في دوار ولاد على الشباب. قبل ما تشوفوا الفيديو شاركوا في القناة والضغط على اللايك وفعلوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد إن شاء الله بحول الله. هذه واحد الأرض هذه في دوار ولاد على الشباب، يعني منطقة الشويحية، فيها هكتار ونصف، هكتار ونصف، ومعها واحد المنزل تبارك الله جديد عن بني جديد، مهم جاهز للبني، يعني الدار يعني غير تجي وتسكن، يعني ما غاديش تعدل شي حاجه ولا، يعني دار جديده باقيه جديده، والارض تقريبا فيها هكتار ونصف، وفيها البير ديالها، فيها كل شيء ديالها، كما راكم تشوفوا هذه هي الارض، هذه راه فيها الرمان، فيها كل شيء هنايا، ان شاء الله. انسان اللي عجباته ولا غادي يلقى رقم الهاتف تحت الفيديو ولا ويجي يشوف، كيقولوا له يجي يشوف الدار، اللي بغى يجي يشوفها يجي يشوف الدار ويلقى رقم الهاتف تحت الفيديو يتصل مع المعمار وان شاء الله يكون الخير. ان شاء الله اللي بغى يشوف الدار يجي، راه الدار رائعه زعما الصراحه، وارض الارض عوده، التربه ديالها زينه كما شوفوا، راه التراب كي داير ديالها تراب احمر تقريبا، والدار كيما راه تبان لكم في الفصاد هي الدار فيها الدوزيام بروميير والدوزيام السفلي والفوق والسطح، وتبارك الله الدار كبيره كيما راك شفتوا، وفيها البير ديالها، فيها كل شيء، يعني في منطقه ديال الشويحيه في ولاد على الشباب، فيها هكتار ونصف اللي فيها. ان شاء الله اللي عجبته يتصل بالهاتف ويدي معلومات اكثر ان شاء الله بحول الله. الثمن اللي غادي تلقاو الثمن في الفيديو في العنوان ديال الفيديو راه 180 مليون اللي طال فيها مولها، 180 مليون، فيها هكتار ونصف ومنزل كيما راكم تشوفوا، منزل وارض فيها هكتار ونصف والمنزل. هذه هي الدار اللي راكم تشوفوا، هذه هي الدار اللي كتشوفوا، الدار اللي راكم تشوفوها هي الدار، راه فيها الزيتون، فيها الرمان، فيها كلشي، والدار راكم شفتوها، الدار كتبان لكم من بعد الدار، وغادي تشوفوا في اخر الفيديو غادي تلقاو الصور ديال الدار كي دايره، مبنيه مزلجه مريقله من كل شيء. هذه هي الدار اللي راكم تشوفوا، هذه هي الدار تبارك الله، راكم تشوفوا فيها السفلي والفوق، ومضاير عليها الزيتون وكاين الرمان، كاين كل شيء. مهم الارض فيها، نزيد لكم معلومات، الارض فيها هكتار ونصف، اللي فيها هكتار ونصف، وفي منطقة الشويحية في دوار ولاد على الشباب، دائما كنقول لكم في دوار على الشباب، يعني منطقة تبع المنطقة ديال الشويحية. كما تشوفوا هذا راه الزيتون، فيها حتى الزيتون راه فيها